معلش يا اخوانا هتضيفوني الليله دي، مش عايزكم تتضايقوا، ما تعملوش تكليف. والله انا بحسدكم على اللي انتوا فيه، ولا على بالكم حاجه. واكلين واكلين، الاكل يجي لكم لغايه عندكم مش كده؟ ولا في حقد ولا فيه تصارع، والمكان اي حته تناموا فيها، مطرح رجليكوا تناموا على طول. لا شقه اربع اوض ولا صالون ولا سفره ولا مطبخ ستانلستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل ابو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان، كنت عايش كويس، انت اللي جبت لراحتك. يا اختي يا اختي خد ابنك وخش جوه. ليه؟ عشان ما عملتيش الورق. راح فين يا زينب؟ واحده صاحبتي ياما في المستشفى راح اودي لها الاكل. بالليل كده يا بنتي لما يشوفوا خطيبك وانت خارجه بالليل كده يقول عليك ايه؟ خطيبي قرطوا لي الوز. طب يا زينب لما يجي ابوك يعرف شغله معاك. طولي بالك عليا يا اختي، حياتيني الدور اخرى. خد ابنك وخش جوه يا اختي. قطيعه الخلف ولا بيخلفوه؟ شعبان مين؟ زينب. ايه خضيتك؟ لا ابدا يا زينب، ايه اللي جابك دلوقتي؟ كنت هسيبك تنام من غير عشاء. يا حبيبتي يا زينب، تعرضي نفسك للكلام علشاني؟ لو حد شافك معايا في الزريبه في بلدنا دي تبقى كارثه. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف، مش عارف يا زينب. بقول لك ايه، أنا لو كلفتك بحاجة خطيرة تعمليها؟ أنا عشان خاطر عيونك أعمل أي حاجة في الدنيا يا شعبان، أروح في 60 داهية. طيب أنا عايزك تروح الفيلا بتاعتي اللي في مصر، هقولك على مكان الفلوس، تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيها يا شعبان؟ هتنفعنا في الحوسة اللي احنا فيها دي يا زينة. وانت هتفضل هربان على طول، انت لازم تشوف لك حل. طب ايه الحل؟ مش عرفني بس. وانا كمان مش عارف. كابوس كابوس يا زينة. قومي قومي روحي انت دلوقتي. قومي مش عايز اسيبك. وانا كمان، انا كمان يا زينة. ما نجيب قبلة في الحوسة اللي احنا محتاسينها دي. يا شعبان يلا.